فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أشر الضغن، الذي خرج على ولي الأمر بالسيف أو الذي خرج عليه فقط بالقول؟ نعم، يقول السائل: من أشر الضغن على الذي خرج على ولي الأمر بالسيف أو الذي خرج عليه فقط بالقول؟ قتل عليه إيش؟ الذي خرج على ولي الأمر بالسيف أو الذي خرج عليه فقط بالقول؟ بالقول؟ نعم، كلاهما سواء. اللي خرج عليه بالقول هذا سبب السيف، سبب السيف وغرر بالناس، قد يكون شر من قاتل، لأنه هو اللي غرر بالناس وحملهم على هذا الشيء، فهو منبع الفتنة، منبع الفتنة منه. نعم.